السلام عليكم إخوان، فيديو جديد يكون عبارة على واحد المعلومة جاتني. إخوان، كنت ديجا شاركت معكم التطبيق نتاع ألفا نيتورك واحد 3 شهور هادي ولا 4 شهور. كاين الجديد فيها بلي العملة نتاعها طلعت فاتت الـ1 دولار، دولار وعشرين سنت، دولار و25. قبل كانت كدير 5 سنت وطلعت طلعة مزيانة صراحة. أنا تشتا في اليوتيوب ودخلت تأكدت أنا بنفسي، دخلت لقيتها فاتت الـ1 دولار، دولار وعشرين، دولار و25. دراري مازال الوقت، دراري ولا بنات اللي باغيو يعدنو مازال الوقت، دخلوا تعدنو، ما غاديش تندموا عليها. كنصحكم بالتعديل. نخلي لكم رابط الموقع في صندوق الوصف. هنا الإخوان السلم تاعه ولا رسم تخطيطي تاع الثمن تاع العملة. أنا نكبرو لكم، نتمنى يكون كيبان. انا بدارك يا كنشوف مزيان، ربي لي التمن مزيان. نزيد نكبر لكم شويه الاخوان باش تشوفوا كي درت هادشي اللي بغيت. شو الاخوان، قبل واحد في شهر 4 كانت الثمن ديالها ستابل 5 سنت، موراها طلع كما كتشوفوا طلع صاروخيه ومازال غتزيد تطلع. لهذا تنقول لكم اغتنموا الفرصة وعدنا مازال عندكم الوقت. اخوان، كان هذا هو الفيديو نتاع هذا النهار، وبغيت نشارك معكم هذه المعلومة. وميم طو كل شيء يستافد، كل شيء يربح، علاش لا؟ يلا الإخوان، تبارك الله عليكم، حتى الفيديو الجاي.